صدق الله مولانا العظيم، رتل علينا المقرئ الشيخ عبد اللطيف المشري ما تيسر من سورة المؤمنون. هذه الآن النشرة الجوية لصيد البحري اليوم الغد 15 أفريل 1985. ليس هناك عواصف متوقعة. يكون الطقس بالنسبة لمنطقة سرات عدد واحد مغشى بسحب مع زوابع رعدية وأمطار. تهب الريح شمالية غربية تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 عقدة، تمتد الرؤية إلى 5 أميال.